اسكواسا ماينو، هذا اختلاء الثقافه المغربيه، والناس كيحسدونا على هذا الثراء اللي كاين عندنا في لي كولتور ماروكان. دير شي شويه على هاد المواد هذه، راه مزيانه احسن طبيعيه احسن من هذاك الشيء المعلبات. بادئا دي بدء نبداوها بكلمه عربيه، كنقول للناس الامازيغ فين ما كانوا، سواء في شمال المغرب، في العالم، في هولندا، في الالمان، جميع انحاء العالم، اسكواسا ماينو، سنه سعيده هجريه سعيده باش علينا وعليكم بالهنا، وان شاء الله مزيد من التالق للمغرب ديالنا ومزيد من الازدهار، ونتمنى من الله ان هاد كوفيد هذا يحيد، ونتمنوا من الله شويه ديال الشتاء، لان فعلا نحتاجوا الشتاء. وفعلا كما قلت للسي سفيان، بان اسكواسا ماينو هذا اختلاء الثقافه المغربيه، والناس كيحسدونا على هذا الثراء اللي كاين عندنا في لي كولتور ماروكان. يعني عندنا واحد الثراء ثقافي اللي سبحان الله العظيم ما كاينش في شي بلاصه اخرى، وهذا يعني تيعطينا واحد التنافسيه وواحد الميزه على العالم. وشكرا خويا ومرحبا. بغيت نسولك شويه على الاثمنه، واش كاين شي اقبال اليوم على الفواكه الجافه؟ ايوا خويا، الاقبال على الفواكه الجافه راه كيما ديما، يعني كوم دابيتود كيما كنقول لكم، كيما ديما الحمد لله كاين دابا، يعني لما لها من فوائد كيما كنقول. كاينين الناس اللي ولفوها، راه ولات عندهم الحمد لله عاده غذائيه مستمره، وكيما كتشوفها انت هي الريفيه تبارك الله، الريفيه هذه شحال الثمن ديال الشريحة؟ هادي دايره 60 درهم 55 درهم، ولينا شي حاجة بلاصتها. اوكي بالنسبة الله هنا مرحبا، هادي شحال دايره؟ هادي دايره 55 درهم 60 درهم تقريبا، الأثمنة متقاربة. يعني الأثمنة بحال كل شيء؟ تقريبا لا كاين، ولكن اليوم عندي أنا شوية متقاربة، هادي القاعدي 50 درهم كاع. 50 درهم يعني الأخر ديالها 50 درهم، هادي وهادي 65 درهم. اليوم تزامنا مع السنه الامازيغيه الجديده، يعني الناس واش كاين شي تغيير، الناس كيشريو ولا بحال ديما؟ يعني بصراحه حنايا ما كاينش شي تغيير ملحوظ اللي نلاحظوه، ولكن يعني الناس عندهم واحد الثقافه بان ملي كيكون البرد الناس كتستهلك هاد الفواكه الجافه اللي هي التمر والشريحه. اما يعني كيميكال والحمد لله كاين اقبال من بالنسبه للكليون ديالنا، صراحه راه كاين اقبال، واخا هو يعني قليل، واني الحمد لله كاين الامور سامار. هذيك دار ستون، الحمد لله كل شيء ديما مزيان ديما، الحمد لله راه الناس شويه احوال مرة هكا ومرة هكا، قلنا الاستقبال ضعيف، ما كاين اقبال بزاف، الناس ما عطياش الاهتمام لهاد المادة هادي ديال التمر وهاد الشيء ثمين، والكرموس هي بالنسبة غالية شي شوية في الثمن، طالعة أسعار شوية طالعة، الكرموس ديال 6000 فران، الكرموس ديال 60 درهم، التمر ديالها 25 درهم، حاجة مزيانة. 25 درهم دايره هذيك، هاي دايره 25 درهم، هاي ديال الرشيديه دايره 15 درهم، والناس ما تستقبلش الثمن بزاف. نطلبوا من الله يكون احسن، نطلبوا الله يكون احسن، والناس دير شي شويه على هاد المواد هذه، راه مزيانه احسن طبيعيه احسن من هذاك الشيء المعلبات، وهذاك الناس دابا قد تستعمل المعلبه، الحوايج المعلبه. اما بحال التمر تفطر بالكرموس، تفطر بسميتو، احسن ما كاين في الدنيا هو التمر، الزيتون، الكرموسه والتمر، وانت تخرج سميتو الصحه تعطيك مزيانه تكون، المهم تستافد من جوج جهات، جسمي جسديا وبدنيا كلشي. ها ما يبقى.